السلام عليكم ورحمه الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت معايا الجديد كيف ديما، جيت نشارك معكم وصفات لتبييض الاسنان واللي عندهم مشكل ديال اللثه، وكذلك اللي كتكون عندهم يعني ديك الصفار والبقع اللي كيبقاو في السنان، يعني واخا تغسلو واخا شحال من حاجه كيبقاو دائما كيبقى واحد الصفار لاصق في الاسنان ديالنا. اليوم جيت نشارك معكم بعض الوصفات اللي كنستعمل انا دائما، هذا هو الروتين ديال تبييض الاسنان، دائما كنستعمل هذه الوصفات للتبييض وجيت نشاركهم معكم. الا كنتم مهتمين بهذا النوع ديال الفيديو تفرجوا حتى الاخر. قبل ما نشارك معكم المكونات، اول حاجه انا من النوع اللي دائما يعني كنعتني بالاسنان ديالي، وواحد الفتره درت تقويم ديال الاسنان، وكما كيعرفوا يعني الناس بزاف انهم ملي كيديروا داك التقويم ملي كيحيدوه ضروري انه كيتنجروا السنان، يعني واحد الطبقه اللي كتكون كتحمي السنان كتحيد، كيوليو الاسنان حساسين، اي حاجه كليناها اي حاجه شربناها كتصبغ على السنان وكتولي صعيبه، يعني خصها بزاف باش تبيض، عكس يعني الانسان اللي عمرو نجر سنانو عمرو دار تبييض ما حتى شي حاجه، ساهل انه يقاد سنانو او يبيضهم طبيعيا. نصيحه يعني حاولوا انكم ما تنجروش سنانكم نهائيا، لان ملي كتحيدوا ديك الطبقه الاولى راه كيوليو السنان حساسين، واي حاجه كما بغات تكون كليتوها او شربتوها كتكون فيها واحد الملون كتلصق على السنان، يعني في نفس اليوم كي كتولي واحد الطبقه ديال الاكل باينه في الاسنان، يعني الا نهار واحد ما غسلتوش السنان ديالكم راه كيكون مشكل وكيكونوا باينين، عكس الناس اللي ما عمرهم نجروا سنانهم. لهذا كنصحكم انكم تعتنيوا بالاسنان ديالكم. انا كنت مجبورة انني يعني نجرهم ليا في الاول، لان ضروري ما تحيد هذيك اللصقه، فاش كيكونوا هذوك الحديدات كتكون واحد اللصقه وخاصها تنجر باش كتحيد نهائيا من الاسنان، ولكن ما كنساش العنايه، دائما كنعتني بالاسنان ديالي، وهذا هو الروتين اللي كندير. نبقاو دابا مع المكونات ونبداو باول وصفه. اول وصفه غنشارك معكم هي ديال الليمون الحامض مع قهوه سريعه الذوبان. هاد الوصفه زوينه بزاف ورائعه بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه في الاسنان ديالهم، كنصحكم انكم تخفوا الليمون بشويه ديال قطرات من الماء. هنايا كنحتاجوا القليل من القهوه، ممكن تستعملوا اي قهوه متواجده عندكم، ممكن يعني ماشي بالضروره تكون هكذا، ممكن انها تكون يعني طريه بالنسبه للناس كيطيبوا القهوه في القطاره، ممكن تاخذوا هذاك التفل ديال القهوه حتى هو تستعملوه، زوين بزاف كيحيد جميع التصبغات، كذلك كيحيد دوك البقع اللي كيكونوا على الاسنان ديالنا، زائد انه كيحيد ديك الرائحة الكريهة اللي كتكون بالأسنان وكتكون في الفم نتيجة على البقايا ديال الأكل. كنحركو بهذه الطريقة مزيان القهوة حتى كتذوب، وكنستعملو هاد الوصفة عادي، يعني تاخدو فرشة ديال الأسنان ديالكم وغادي تحكو مزيان الأسنان بطريقة اللي تكون عادية كيف ما كتحكو الأسنان ديالكم دائما، ومن الأحسن أنكم تستعملو فرشة ديال الأسنان تكون مناسبة لنوعية ديال الأسنان ديالكم. بالنسبة لهاد الوصفة الأولى كتستعمل مرة واحدة في الأسبوع فقط، غادي ديروا واحد الجدول تنظيمي يعني كل وصفة إمتى تستعملوها، لأن الأسنان ملي كنكثروا عليهم الوصفات حتى هما كيتحسوا بحالهم بحال الجلد بحال أي حاجة. والوصفة الثانية اللي هي صراحة رائعة بزاف من أحسن الوصفات عندي هي هادي، عندي الفحم المنشط، عندي هاد النوعيه بالنسبه للناس اللي ساكنين في اوروبا او عندهم عائله ديالهم في اوروبا. هاد الفحم كاين في اكسيون، الثمن ديالو رخيص بزاف ورائع، باش زوين انه فيه بحال النعناع، يعني فيه الريحه ديال النعناع، يعني ملي كتحكوا الاسنان ديالكم كيكون واحد الابتعاش زوين بزاف. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يلقاو، غادي تاخذوا الفاخر غادي تطحنوه، او تاخذوا مثلا هادوك الحبيبات البيكربونات او بيكربون وغادي تطحنوهم مزيان، من بعد غادي تستعملوا اي زيت كما بغى يكون، زيت القرفه او زيت الخزامه او زيت
مثلا بحال الزعتر او الفليو، او مثلا تاخذوا النعناع وغادي تكرموه مزيان بعد طحنوه وتخلطوه مع هاد الفحم. هاد الخلطة رائعة بزاف، كتستعمل مرة واحدة في كل 15 يوم، يعني ما تستعملوش بزاف باش ما تضرش الاسنان ديالكم. اي وصفه استعملوها بالعقل باش تلقاو نتائج اللي هي زوينه وما يتقلبش لينا كل شيء للعكس. ودابا غادي ندوزو لاخر وصفه اللي هي ضروريه، وهذه كنستعملوها استعمال يومي، او ممكن انكم ديروها نهار نهار لا. هاد الوصفة ما فيها حتى شي ضرر، بالعكس فيها بزاف ديال المنافع. كما كتشوفوا انا كنستعملها يوميا، شوفوا غير من الفرشات ديالي غادي يبان لكم الاستعمال اليومي. هاد الوصفة عندي فيها الكركم، والاهم انه يكون كركم اللي هو طبيعي ديال العود اللي يكون مطحون على اليد، يعني ما تاخدوش هذاك الكركم الملون اللي كيكون في واحد الكاغط مجموع، لانه غادي يزيد يصفر لكم السنان وغادي تخرجوا على اللثه ديالكم، عكس اللي كيكون بحال هكذا مطحون على اليد كيكون اعواد وكيطحنوا. زوين بزاف، كيبيض الاسنان، كيحيد التصبغات، كذلك كيحافظ على اللثه. بالنسبه للناس كي اللي كتهرب لهم اللثه على الاسنان كيبقاو يبانوا السنان باينين بزاف واللثه بعيده، الكركم كيساعد على تفادي هذا المشكل، زائد انه مطهر ومعقم للثه والاسنان. غادي تاخذوا القياس اللي بغيتو، انا هنايا دايره واحد المقدار، يعني دايره في بواطه باش هكا يسهل عليا الاستعمال ديالو، وزايده عليه شويه ديال الملح، ضروري تزيدوا شويه ديال الملح على هذا الكركم، لان الملح حتى هو مطهر ومبيض وفيه بزاف ديال المنافع. غادي ديروا مثلا ملعقه صغيره ديال الملح وثلاثة ديال الملاعق كبار من الكركم، ديروا نتوما القياس اللي بغيتو، انا فقط كنعطيكم يعني غير المقدار. بالنسبه لهاد الكركم كنستعملوه يوميا، غادي تبلوا شويه الفرشه ديال الاسنان ديالكم بالماء وتغطسوها وسط هاد الكركم والملح، وغادي تحكوا الاسنان ديالكم جيدا بعد تستعملوا معجون الاسنان. بالنسبه للكركم كنعاود ناكد انه يوميا، لان ما فيه حتى شي ضرر، كيساعد وعنده بزاف ديال المنافع. هادو هما ثلاثة ديال المكونات اللي كنستعمل الاسنان ديالي. ما تنساوش دائما اي وصفة درتو في الاخير ديروا معجون الاسنان، ديروا اي نوعية كما بغات تكون، من الاحسن انكم تفاداو النوعية اللي كتكون فيها الفليور، لانه ماشي صحي الاسنان، خدوا انواع اللي تكون طبيعية. صافي، هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وكذلك فهمتم مزيان جميع المراحل. شكرا لكم على المشاهده، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.